بونجور لي زامي، صباح الخير عليكم. عيد مبارك سعيد، تكونوا فرحانين باش ما بغيتوا، بالصحه والسلامه والرزق وطول العمر وكل ما تمنيتوا في خاطركم ان شاء الله. اليوم نهار العيد، غادي نبارطاجي معكم نهاري كامل. اجي اجي تشوفوا الزين 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 شكون الزين. وي ياسمين، عندك ياسمين، غادي نبارطاجي معكم نهاري كامل. صباح العيد والفطور والغداء ان شاء الله. المهم راه كاع المغاربه كيديروا نفس الغداء، راكم عارفين نفس الغداء. مرسنا هذا الخانز كنا سادين عليه، ما مازال كيذبحوا. صافي دابا كنحاول ما امكن ندوز العيد الكبير في المغرب، حيتاش كنبغي نغرس في ولادي داكشي، دوك العادات والتقاليد والدين ديالنا كنبغي نغرسو، حيتاش اي حاجه تعلموها في الصغر كتبقى معاهم افي للابد، حياتهم كامله. حيتاش داكشي كاع اللي كيتعلم في الصغر اجي رناش، اللي كيتعلم في الصغر كيبقى في الكبر. شكون هاد الزين؟ عيد، قول عيد سعيد لي زامي. عيد سعيد لي زامي. شكون يدير لك مكياج؟ سناره. سعداتك يا اختي بنوره. نشوف نشوف نشوف، زيد هنا زيد هنا نشوف، سي سي نتا نشوف شا عزيز، يلا دور نشوف. لا 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 قلت لكم ان شاء الله يكبروا وتبقى فيهم كاع داكشي اللي علمتهم في الصغر. كنحاول ما امكن حيت هذيك هي المهمه ديالي، داكشي باش غتشوفوني دائما حتى في الدار اللي هي في كندا. في الاعياد والمناسبات ورمضان كنحاول، واخا انا دي فوا تنعيا وتكونش فيا، ولكن على ود وليداتي كنبغيهم يتعلموا داكشي في الصغر. دونك غادي نمشي نعاون مالي للدار، واخا راه خواتاتي مساكن راه قايمين بالواجب، وماما حتى هي وبابا حبيبي. دونك ما تمشيو فين، بقاو معنا راه برا ابو الباب. وماما مال البارح متوجده هادشي باش تصبح داكشي، واش بلا نقوم نستفوا الصباح. غادي نحطهم في الطبيله. يا لله ويا لله على نورا وتفركيس، يا لله ويا لله. ها انتم اللبسه ديال نورا، قرين ريسا والجبادور. اختي اختي هذه راه اختي نورا هي اللي مخيطه على راسها. دابا نوريكم قفيطنا اللي خيطات لينا انا ورانيا، من بعد غيكون في هاد لا فيديو د ليل. سي تري جولي نورا، تبارك الله عليك اختي. باش فيك يا فينا فطار. هذا هو فطارنا نهار العيد، كرويسات فقيقسات من يد ماماتي، تميرات معمرين، مسمن، حليوات، بغرير. صباح النور اتاي الصوينيه، عقلت على هاد الصوينيه. ماما قلت لها ما عقلتو على هاد الصوينيه، لا صوينيه تمشي وصافي. هكذا هو هذا هو الفطور ديالنا. سير تسلم جي سير. صباح الخير لموتو. لموتو شنو كيدير لموتو؟ صافي كان هنا. مال لو موتون؟ ويلا مالو دابا لو موتون؟ كيسكي لا لو موتون؟ قاعد شي ما شفت والو، كون شفتو كون شفتو. إلا مور مسكين. اون فا لي مانجي. ناكلوه حيت ناكلوه. لا بخ ناكلوه جاد وناكلوه. تاكل المطوم الحيمة؟ شوف با ياك تاكل الحيمة، كتقولي انت تعجبني الحيمة ياك جادو. شو مسكين اللي تخيست جاد، مالك تو تخيست؟ علاش تو تخيست؟ المطوم يتخيست.
العيد هذا صاحبتي ماما قالت لك انتم انتم العيد واش كيف داك كبير برا ياك ولا لا هادو كاع صغير كدا لا يا الله زبل وقت المهم دورتنا هي دورتنا بين بنينه وفي الجوع زاد هذا البلفاف تقولنا زاد في النجدة بلفاف هنشوف على اللي يا ماما تبارك الله صلاة النبي مزات ثلاثة مرر ميغده تبارك الأطيحة المعمر يا لالا اختي واخا هكاك ريحتك بتكون وداك الشيء حسن من ديال كندا كيبقى المغرب فيه المذاق لا 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 بصح ماشي نفس الريحه ماشي نفس المذاق صافي دونك هي الدواويره وهي ديجا الشهيره حنا عندنا كل عام كل عيد عندنا دجاجه مشويه انا اختي نوره حيتاش ما كتاكلش الدواره وما كتاكلش الكبده حيتاش هي كليميني بالطانون كنتي بالطانون انا كتاكل صاحبتي الكبده كتعجبنيش بنينه كاين احسن من الكبده وانتوما كتعجبكم بنينه كندا هي الدجاج كتشويه مسكينه ضيعتي نص ساعه مره كذا ما كليتيش الدوار كتعجبني انت حرقتي الدجاج ديك محمره مش نشط باربيكيو مش نشط مش نشط والراحه انت اختي انت لا لا باينه بنين في مال صحاباتك سلمي عليك الخير لي زامي هلا مش تحرق لي الكاميرا تخشي على الورد يلا اول شايينكم اول شنو هذاك هذاك الطيحان الطيحان تبارك الله هذا هو غدانا ابو لفاف نوم الكبده مو لفاف هو هذا لفاف زعلوك على سلطة والرز هاد الشجرة ديال نورا غاليه نطلع بابا كياكل بدا قبل الناس هو ورانيا صافي هكذا هو غدانا هكذا هو الغدا ديال المغاربه كاملين نهار العيد كي اسمي يس يلا هجام مالك جادو مالك مال جادو وليد جادو راه باقي حزن على موتو مال لو موتو جيبو لو موتو ولا موتو شنو شكون اللي عطاك فلوسات جيبو لو موتو ولا موتو شوف 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 إلي مور Oui, c'est comme ça, c'est un aclo. Non. Là. Oh, il a le sang. Le mouton. Rania. Le mouton. كوكو انا رجعت لكم بعد ما تفركست لكم ولبست لكم القفطان المغربي انتم كيف ما كتشوفوا هذا القفيطين هذا نورا اختي هي اللي خيطاتو هو وديال رانيا تبارك الله عليك نورا فريمون غزال ولوين ولي كولور حتى هما غزالين دونك جيسبر ان تكون عجبكم النهار ديالنا النهار ديالنا بحال كاع المغاربه كيديروا نفس تقريبا ماشي كاع المغاربه اكثر المغاربه كيديروا نفس الاطباق في الغداء والفطور الحلوه والمسمن وبغريتو دونك صافي هذا هو كان النهار ديالنا جيسبر انكم تانتوما تكونوا دوزتوا نهار زوين كنعرفوا ان نهار العيد كيوقعوا وقائع سواء مع في الذبيحه سواء من بعد سواء في تشواط الريوس ايتو دونك حنا اليوم الحاجه الوحيده اللي عيتنا ان الجزار تعطل علينا باش يذبح لينا كيف كلينا معطلين وانا زعما اولا ما ناكل في الغداء كاع ما فطرت مزيان كليت غير شربت غير كويز القهوه ساعتي تعطل الغداء وجاني الجوع دونك صافي هذا هو كان النهار ديالنا كنقول لكم نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله الفيديو الجايه غادي تكون ديال مراكش حيت ما كانش عندي الوقت باش نحط لكم لي فيديو اللي دوزت في مراكش كيفاه غادي نحطه لكم من بعد بتات هذا الفيديو ولا من بعد
فيديو اخر حتى لاش مراكش دوزتو قبل العيد و بغيت نشارك معكم شنو شفت في مراكش وفين مشيت وشنو تساري وفين تساريت صافي. دونك كنتمنى لكم نهار مبروك, نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله, و باي, تهلاو فراسكم, تشاو.